متابعين على صفحة تكمل العربية. معك رزاف ظهري، محل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة بطلب من أحد الأشخاص طبعا المتتبعين على صفحة تكمل العربية، طلبوا مني إنه نقوم بتغطية مباشرة أو بجلسة تعليمية نفسر فيها، خليني أقول، كيفية التداول خلال الأخبار أو البيانات اللي ممكن تصدر عنا على الأجندة الاقتصادية. مثل ما بتعرفوا التقلبات بتكون مرتفعة، وخاصة على الأخبار اللي ممكن تكون مهمة جدا، مثل على سبيل المثال نون فارم بيرول والاف ام سي مينتس، أو بعض الأخبار اللي ممكن إذا بدكم ترفع التقلبات أو الفولاتيليتي بشكل واضح. فمعظم الأشخاص اللي ممكن يكونوا محللين تقنيين أو بيستعملوا التحاليل التقنية والرسوم البيانية أيضا بالتداول، لازم يكون عنده استراتيجية تداول معينة وواضحة كرمال يقدروا يستفيدوا من هذه التقلبات، او خلينا نقول الفولاتيليتي المرتفعه باسواق المال. فبهذه الحاله باستعمال الرسوم البيانيه وباستعمال هذه استراتيجيه التداول رح اشاركم اياها هلا، ممكن نستعملها بشكل او اخر على البيانات وعن صدور البيانات او الاخبار. طبعا نحن كمحللين تقنيين لازم نستعمل الرسوم البيانيه، وكنت شرحت لكم سابقا بجلسه تعليميه عن خلينا نقول الهيلز اند باتمز اذا بدكم، او خلينا نقول استراتيجيه تداول القمم والقاعان. وبهذه الحالة ممكن نستعملها بشكل أو آخر لتحديد هذه الاستراتيجية أو لتفسير هذه الاستراتيجية بشكل أوضح. خلينا ناخذ على سبيل المثال الدولار ين. إذا في حال أنا هلأ عندي بيانات ممكن تصدر على زوج دولار ين أو على الين الياباني بشكل أو آخر، أو حتى على الدولار الأمريكي. طبعا أنتم بتعرفوا التقلبات لما نشهدها على الدولار الأمريكي بنشهدها على جميع العملات الرئيسية الموجودة عندنا على منصة التداول. أنا كمحلل تقني بتطلع أو بنظر لرسم البيانة وبشوف إنه السعر الحالي هلأ 111.05، اللي هو عم يتداول تقريبا في وسط يعني او بين قمه وقاعه تسجلوا سابقا. انا اذا في حال بدي اخذ بعين الاعتبار رسم بياني، بدي اخذ بعين الاعتبار اخر قمه تسجلت عندي اللي هي رح تكون 111.54. هيدي اخر قمه تسجلت عندي قبل هبوط اسواق المال، او اذا بدكم او قبل هبوط الدولار ين للتداول بالمراحل او بالمراكز خلينا نقول او بالارقام الحاليه. وطبعا اخر قاعه تسجل عندي لزوج الدولار ين هو ال 110.70. هلا بفهم انا انه ممكن المضارب يكون عم بنبش على اذا بدكم على تايم فريم او على رسم بياني يقدر يتداول فيه بشكل اقرب، ولكن اللي عم جرب اوضح لكم اياه انا انه اذا في حال طبعا تم التداول او تم اختراق القاع او القمه بهذا السيناريو، طبعا رح نحصل على هدف شبه اكيد. يعني نحن اذا في حال تم ارتفاع او صدر البيان للدولار ين وكانت ايجابيه لهذا الزوج وبده يرتفع هذا الزوج وتم اختراق خلينا نقول القمه او خط المقاومه، لازم نستهدف نحن نقطه معينه باستعمال فيبوناتشي على القمه. على القمه بنستعمل فيبوناتشي اكسبانشن. باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن بدخل انا فيبوناتشي اكسبانشن على اخر قمه، بنزل فيها على القاع على اليسار وبنزل فيها على القمه على اليمين. فبهذه الحاله اصبح عندي هدفي اللي هو هدف ال 100%. هدف ال 100% اللي هو تقريبا 111.75. بهذه الحاله انا بقدر احط باي اون ستوب، باي اون ستوب اوردر او امر معلق اللي هو مركز شراء فوق خط المقاومه اللي هي عند اختراق مستويات ال 61% في بوناتشي اذا بدكم، او اخر قمه اتسجلت للدولار ين. فبهذه الحاله عند اختراق مستوى ال 111 خلينا نقول 55، اوكي، بقدر احط تيك بروفيت او تحديد الربح عند 111.75. يعني عندي بحدود ال 20 نقطه اللي ممكن تكون اذا بدكم شبه مضمونه، لاذا في حال صدروا البيانات ايجابيه لزوج الدولار ين وتم اختراق اخر قمه عندي، راح فورا نستهدف مستوى ال 100% في بوناتشي اكسبانشن. هيدا اول سيناريو اللي هو يعتبر السيناريو الايجابي اذا في حال تم اختراق خط المقاومه او اخر قمه سجلها الرسم البياني. بينما اذا في حال نحن بدنا نحط سيل اون ستوب اوردر، ايضا نحن قبل البيانات او قبل الاخبار اللي ممكن تصدر عنا بده يكون مدخل باي اون ستوب اوردر وايضا سيل اون ستوب اوردر. يعني باي اون ستوب اوردر اللي هو امر معلق للشراء، طبعا اذا في حال تم اختراق المقاومه عندي، تحديد الربح اللي هو راح يكون عندي في بوناتشي اكسبانشن باستعمال في بوناتشي اكسبانشن اي بي سي، ونستهدف مستوى ال 100%. بينما اذا في حال بدنا نحط امر معلق لمركز بيع تحت اخر قاعه تسجل عندي لزوج الدولار ين اللي هو قرب مستويات ال 110.75، اوكي، ساعتها كيف ممكن حدد الربح؟ باستعمال فيبوناتشي اكسبانش ريتريسمنت، عفوا، بستعمل اخر قاع لاخر قمه،
يعني خليني بس نكون واضحين عندي، من باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت بضغط عليها اللي هي موجوده دغري فورا امامي، من اخر قاع لاخر قمه لازم يستهدف مستوى ال 161%، يعني عند اختراق مستوى ال 100% اللي هو اخر قاعه تسجل عندي راح استهدف فورا مستوى ال 161% اللي هو راح يعتبر خليني نقول تقريبا انخفاض 50 نقطه. فبهيدي الحاله عند اختراق مستويات ال 110.77 فورا راح نستهدف مستويات ال 110.27 اللي هي راح تكون عندي هدف لإلي اذا في حال تم اختراق القاع. هلا انا ممكن استعمل فيبوناتشي ريتريسمنت ايضا بالقمه، يعني اذا في حال انا بدي اخذ اذا بدكم اختراق اخر قمه عندي ممكن استعمل فيبوناتشي ريتريسمنت ايضا من اخر قمه لاخر قاع، يعني العكس صحيح. اذا في حال الاتجاه الصاعد من اخر قمه لاخر قاع لاخذ هدف ال 161% اللي هو راح يكون هدف لإلي، وايضا اذا في حال بالاتجاه الهابط راح اكون عم بستهدف اخر قاع لاخر قمه لاخذ هدف ال 161% من ميلي التحت. فبالنسبه لي اصبح عندي خلينا نقول خطين او هدفين، بالنسبه للاتجاه الصاعد عندي هدف ال 161% فوق اخر قمه، وايضا عندي هدف بمركز البيع تحت اخر قاع ايضا لمستويات ال 161%. فبالنسبه لي البيانات طبعا لازم تكون التقلبات تبعها او الفولاتيلتي مرتفعه، يعني مش حيالله بيانات ممكن تصدر عندي على دولاريان انا ممكن ادخل بمركز او امر معلق باي اون ستوب وسيل اون ستوب اوردر، لازم يكون عندي او عارف انه الاخبار ممكن تكون اخبار ضخمه جدا وتحرك السوق بشكل قوي جدا كرمال لا اقدر احصل على الهدف بشكل فوري اذا بدكم نلقط الامر المعلق. هذا بالنسبه للباي اون ستوب اوردر والسيل اون ستوب اوردر. اذا في حال بدي اخذ خلينا نقول مثل ثاني على زوج اليورو دولار، مثل ما عم بتلاحظوا انا عم بستعمل التايم فريم او الرسم البيان الساعه. هلا ممكن ندخل رسم بيانة 30 دقيقة، ولكن أنا بفضل إنه ناخذ رسم بيانة ساعة لأن بتكون القمة والقاع واضحة عندي إذا بدكم بشكل أفضل. على سبيل المثال آخر قاع لليورو دولار كان مستوى 116.58، اوكي اخر قمه لزوج اليورو دولار كانت عندي قرب مستويات 117.54، فاصبح عندي باي اون ستوب او امر مغلق راح احطه فوق مستوى المقاومه وتحت خط الدعم، سيل اون ستوب اوردر تحت مستوى 116.54 وباي اون ستوب اوردر فوق مستوى 117.47. طبعا تحديد الربح باستعمال فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع هدف 161% هو هدف الشراء عندي، يعني اصبح عندي باي اون ستوب اوردر على مستوى 117.55 وتحديد الربح رح يكون عند مستويات تقريبا 117.90 او 118.05. فبهذه الحاله عندي 50 نقطه ارتفاع او ممكن تكون الارباح محدده. وبالنسبه للسيل اون ستوب اوردر طبعا بندخل فيبوناتشي من اخر قمه من اخر قاع عفوا لاخر قمه عندي، وبهذه الحاله بكون ايضا سجلت عندي مستويات ال 161% اللي هي هدف لمركز البيع او امر معلق السيل اون ستوب اوردر. فبهيدي الحاله اذا تم اختراق اخر قاع لزوج اليورو دولار فورا رح نستهدف مستوى ال 161% من ميل التحت. فبهيدي الحاله عم بقدر حدد انا امر المغلق وين لازم نعرضه، تحت خط الدعم او فوق خط المقاومه، وايضا تحديد الربح باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت او اكسبانشن، ولكن الريتريسمنت ممكن تكون افضل او اسهل للمضاربين بشكل او اخر. هيدا بالنسبه للاستراتيجيه. طبعا الاتجاه او لوين استاذ وسام لوين الاتجاه بعد الخبر انا ما بهمني، يعني انا ما بهمني اعرف اذا هل يا ترى السوق رح يرتفع او رح ينخفض، بغض النظر عن الاتجاه اللي ممكن يكون مفترض عندي انا رح احط امرين معلق، يعني امرين طبعا ممكن يكون يعني تو pending اوردرز، خلينا نقول امر معلق بالشراء وامر معلق بالبيع بنفس الوقت. رح ياخذ طبعا امر معلق واحد رح ينزل اذا في حال تم اختراق اخر قاع رح يلمس وقف او تحديد الربح اللي هو 161%، واذا في حال اخترق مستويات المقاومه اللي هي فوق واخر قمه تسجلت فورا رح يستهدف مستوى ال 161%. فبهذه الحاله انا بغض النظر عن الاتجاه اللي ممكن يكون شرع او نشهد عليه لازم نحط انا تو pending اوردرز، امر معلق للسل او لمركز البيع وامر معلق اخر لمركز الشراء مع تحديد الربح. وطبعا ممكن نحدد وقف خساره اذا بدكم 10 بيب كحد اقصى، يعني اذا في حال كانت التقلبات كتير صغيره انخفض ولقط الامر المعلق ورجع ارتفع بالاتجاه المعاكس بشكل مفاجئ فورا بكون الستوب لوس او وقف الخساره عندي 10 نقاط مش اكثر ولا اقل. فبالنسبه لي طبعا امر المعلق بالبيع عندي تحديد الربح له، امر المعلق بالشراء عندي تحديد الربح له، ووقف الخساره بنستعمله 10 نقط ب 10 نقط كحد اقصى.
هيدا بالنسبة لهيدا. بالنسبة طبعا الأخبار فقط تسرع الأسعار وصول لمناطق البيع والشراء. صحيح أستاذ كارم، بالنسبة للأخبار فقط بتسرع الاتجاه أو بتسرع إذا بدك خلينا نقول السيناريو المفترض اللي من الأصول كان لازم يزبط أو كان لازم يمشي. يعني إذا في حال اليورو دولار بده يرتفع من الأساس لمستويات أعلى، فقط الاخبار ممكن اذا بدك تسرع بهذا الارتفاع، وما ممكن انه خلينا نقول تغير الاتجاه او ممكن انه تلغي سيناريو مفترض معين كان لازم يمشي فيه السوق. فبهذه الحاله طبعا الاخبار فقط راح نستهدف التيك بروفيت او تحديد الربح بشكل اسرع مش اكثر ولا اقل. بالنسبه طبعا استاذ بسام، هذه هي الطريقه الافضل انا بالنسبه لي. انا برايي استاذ نضال نعرضها قبل الخبر، قبل الخبر ب 2 minutes او 3 minutes، يعني قبل بدقيقتين او ثلاثه كحد اقصى. بنعرض الباي اون ستوب اوردر والسيل اون ستوب اوردر، وبنستعمل في بوناتشي ريتريسمنت لنحدد مستوى ال 161% لتحديد الربح لمركز البيع و161% لتحديد الربح لمركز الشراء. فبهذه الحاله قبل صدور البيانات والخبر، وطبعا كان لازم تعرف انه الخبر لنقدر نعمل هذه الاستراتيجيه وتكون ناجحه عندي، لازم الخبر يكون بالضبط اذا بدكم التقلبات او الفولاتيلتي فيه مرتفعه. يعني على سبيل المثال على النون فارم بيرول او على الاف او ام سي مينتس او على بيانات ممكن رفع فوائد في اليابان على سبيل المثال لنختار زوج الياباني، او الفوائد في اوروبا لنختار زوج اليورو دولار، او خلينا نقول بعض الشيء مثل الباش بوك على اسعار الذهب. يعني بهذه الحاله الاف او ام سي مينتس والنون فارم بيرول، وخاصه بدخولنا على الاجنده الاقتصاديه لنحدد اذا في حال الخبر اللي ممكن يصدر عنا بيكون محطوط على الاجنده الاقتصاديه اذا هو هاي امباكت او ميديوم امباكت او لو امباكت، التاثير تبعه راح يكون مرتفع متوسط او طبعا يعني ايزي امباكت. فبهذه الحاله باستعمال هذه الاستراتيجيه انا بالنسبه لي وبالنسبه لخبرتي باسواق المال، برايي هذه هي الاستراتيجيه الانسب، باي اون ستوب اوردر وسيل اون ستوب اوردر. ولكن ما تصغروا التايم فريم اكثر من رسم بياني ساعه على الاتش 1 باستعمال اخر قمه واخر قاع بنكون حددناها. بالنسبه لاسترليني دولار على سبيل المثال، بنقدر نعرف خلينا نقول اذا في حال نحن السعر بالوقت الحالي اللي عم نتداول فيه ممكن يكون خلينا نقول هو على القمه، يعني منه يعني هون بهذه الحاله عندي قاع لاسترليني دولار ولكن ما عندي قمه، فبهذه الحاله ما باخذ قمه كثير بعيده عني، ما بيمشي الحال لانه بكون الباي اون ستوب او امر المعلق بعيد عني. فبهذه الحاله ممكن بعد الباي اون ستوب اوردر 20 او 30 نقطه فوق السعر الحالي. فبهذه الحاله بقدر حدد خلينا نقول تحديد ربح من اخر قمه لاخر قاع لمستوى ال 61% اللي هي شبه اذا بدكم مانا ظابطه هون على استرليني دولار، بما انه السعر بالوقت الحالي عم نتداول تقريبا قرب القمه. فبهذه الحاله انا برايي استراتيجيه ما بتكون الانسب، اوكي. ولكن اذا في حال عم نتداول مثل على سبيل المثال الدولار ين، عندي قمه وعندي قاع، وهلا السعر اللي عم نتداول فيه اذا بدكم في الوسط بين القمه والقاع هي استراتيجيه الانسب. وعلى سبيل المثال مثل زوج اليورو دولار، عندي قمه وعندي قاع، فبهذه الحال السعر هلا بالمنطقه الوسطيه او بالمرحله الافقيه، فممكن انا احدد القمه والقاع، وبهذه الحاله بتكون استراتيجيه شبه ناجحه. وطبعا انا برايي هي الافضل لتداول البيانات، ومركز انه تبيع وتشتري بنفس الوقت خلال الاخبار انا برايي هي استراتيجيه غلط وعاطله. طبعا انك تدخل فورا بمركز بيع وشراء لانه ممكن اتجاه واحد ياخذ خلينا نقول مجريه والاتجاه الاخر او المركز الاخر يكون عم بخسرك، وطبعا ما بتقدر تحدد انت اخر قمه او اخر قاع ممكن يصل للسوق. فبهذه الحاله لازم الامر المعلق واحد منهم ياخذ. وطبعا هذه استراتيجيه بتمنى انه تجربوها، وطبعا يكون عندي فولاتيلتي او تقلبات على خبر مميز او خبر معين على السلعه او عمله معينه. انا بالنسبه لي هذه استراتيجيه طبعا بطلب من احد الاشخاص ومتابعينا على صفحه تكمل العربيه. غدا ان شاء الله عندي استراتيجيه اخرى اللي هي راح تكون طبعا كمان احد الاشخاص طلبها. اذا في حال حابين تتعلموا مؤشر او استراتيجيه تداول معينه طبعا ما تترددوا وتكتبوا لي بالكومنتس طبعا على هذا الفيديو، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير. يعني بتشكر دعمكم لي بشكل يومي، ولايك وشير ممكن تفيدنا اكثر كرمال نمتد بهذه الصفحه ونقدر نوصل لاكبر عدد متداولين. انا بالنسبه لي خلصت هذه الجلسه التعليميه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الاستراتيجيه. بتمنى لكم نهار مثمر، وانا بشوفكم جلسه صباحيه غدا ان شاء الله. كي معكم المحل